هيكون معانا على الهاتف الأستاذ أسامة الدليل، الكاتب الصحفي، رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام العربي. مساء الخير أستاذ أسامة. مساء النور يا فندم. برحب بحضرتك، وخليني أبدأ من ما بدأت، وهو كلمة السيد الرئيس أو اتصال السيد الرئيس بالرئيس نجيب ميقاتي، وهو يعني مساعدة مصر طوال الوقت والوقوف إلى جانب لبنان، وأيضا تقديم المساعدات والإغاثة. لبنان مهدد، لبنان في حالة تهديد كبيرة جدا، وفيما يبدو أن إسرائيل ربما تلجأ إلى حصار هذه الدولة، ونحن نرى بوادر قوية جدا لعملية برية، وده توقيت في منتهى الخطورة إن لم تقف إلى جوارهم مصر، فمن سيقف إلى جوار لبنان؟ يعني هذا هو السؤال اللي لازم الناس كلها يبقى مستقر في دماغها. مصر الآن هي الأمل الوحيد لدى الشعب اللبناني في هذه اللحظات الصعبة والخطيرة، ومش أول مرة مصر تبعت فيها مساعدات إلى لبنان. حصل كتير قوي قوي أنه مصر كانت دائما أول سباقة، أول بلد بعد المرفأ، ده حقيقي مش كده، وهناك مركز طبي دائم موجود هناك. في الحقيقة أنه مصر أيديها كتير، ولكن ده برضو بينبع من التزامات مصر وأيضا مصالح مصر الاستراتيجية فيما يتعلق بهذه المنطقة، اللي في الحقيقة يعني أصبحت في حالة في منتهى يعني السوء. أستاذ أسامة، خلينا نبدأ من حضرتك مع حضرتك من تفجيرات أجهزة البيجر، ودي كانت بداية للإشارة لاختراق أمني لحزب الله، ثم انتهى اليوم باستهداف أمين العام لحزب الله. حضرتك الربط ما بين الاثنين وفكرة الاختراق الأمني الحادث لحزب الله؟ مع احترامي يا فندم، بلاش نبص للأمور في حدودها الضيقة. يعني الاختراق الأمني بادئ من عند اغتيال إسماعيل هنية في طهران. في طهران، تمام. من طهران ذات نفسها. الحكاية ما تتخدش من بيروت، لا، المسألة واسعة جدا والاختراق الأمني واسع، وفيما يبدو أنه في نشاط استخباراتي مروع بتشترك فيه دول مش بس إسرائيل، من أجل شيء كبير قوي قوي الناس منتظراه في هذه المنطقة من العالم. عايز أقول أنه من عند الاختراق الأمني الأول اللي هو إسماعيل هنية، هناك إصرار إسرائيلي على جرجرة إيران إلى الحرب. هناك استدعاء إسرائيلي لإيران حصل في إسماعيل هنية وما استجابوش، فبعد كده دخلنا في مسألة اغتيال حسن نصر الله، برضو هم منتظرين، وبتهيألي أن المرة دي أمال إسرائيل كبيرة قوي في تورط إيران في الرد، خصوصا وأنها طلبت من أمريكا من ساعات إرسال قوات وإرسال إمدادات أمريكية، وواضح طبعا أنه الموضوع جد، وأنه فيه كتير من المؤشرات اللي بتتكلم حوالين توسيع نطاق الحرب. أستاذ أسامة، في تعليقاتهم أن المرشد العام الآن في مكان آمن، هل ممكن يكون في استهدافات قادمة لجرجرة أكتر، ولا هي فقط ستقف عند الاستهداف الأمين عام لحزب الله، وإيران هتكون أكثر حذرا، ولا ممكن يكون في ردود في اليومين الجايين؟ إيران حتى هذه اللحظة تدرك جيدا أنها تجر إلى الحرب جرا، وهي في الحقيقة من خلال كلام كتير صرح به الرئيس الإيراني الجديد لعدد من محطات التلفزيون انه جاهز للتفاهم مع امريكا، وبالتالي انا شايف انه الاحداث الجديده ربما تكون مخيبه شويه لامال اسرائيل في ان ايران تمترد بشيء يعني كبير. في كل الاحوال انا عايز اقول انه ما نحن فيه الان هو شيء خطير، وانه الغزو البري لجنوب لبنان السيناريوهات المتوقعة يا أستاذ أسامة أن يكون في غزو بري، معدلاته عالية عالية جدا جدا. والمسألة ربما يعني تكون ساعات إن لم تكن أيام، وعايز أقول أنه في المرحلة المقبلة في حالة من حالات استثمار النجاحات اللي عملوها الصهاينة علشان يوسعوا من الدائرة شوية. عايز أقول برضو للناس أنه ما تتخذش الأمور بالعواطف، تتحسب بالعقل، بمعنى لانه مصر عندما تقف الى جوار لبنان وعندما تقف الى جوار حل
الدولة الفلسطينية والآخره، نحن لا نتبع عواطف ولكن نتبع مصالح الأمن القومي المصري. ده اللي لازم يبقى في دماغ الناس كلها. أما مسألة المشاعر فدي عفوا يعني ده كده ده سبب المصيبة اللي فيها المنطقة، أنها منطقة تمتلئ بالمتعاطفين ولكن مفيش فعل، مفيش على الأرض أفعال، مفيش جهد بيبذل. عايز أتكلم على أنه المخاطر عالية، وهذه المخاطر العالية لا ينبغي أن تجعلنا ننسى أن السودان فيه مشاكل وأن ليبيا على عود كبريت، وأنه البحر الأحمر وأمن البحر الأحمر يعني في أسوأ حالاته، وكذلك شرق حوض المتوسط. وبالتالي التركيز طول الوقت حوالين قطعة بقطعة، لا غزة لا بيروت، لا، لازم الصورة تبقى واسعة قدام الناس علشان نعرف كويس احنا واقفين فين، وما الذي يراد بهذه المنطقة، وايه اللي بيراد بمصر بالتحديد. طيب أستاذ أسامة، كان بما أن إسرائيل هي وكيل عن الولايات المتحدة، أيضا نعم. إيران وكيل عن روسيا والصين، هل نعم. ستقف الدولتين الكبرتين متفرجتين برضو كما العادة الفترة السابقة؟ أولا لم تكن لا روسيا ولا الصين متفرجين، يعني ده وهم عند الناس، لأن الناس مش متصورة أنه كان في مجهود. يعني الصين في شهر 7 لمت كل الفصائل الفلسطينية، ما فيش قصد ظهور مباشر يا أستاذ أسامة. لا، الدخول العسكري المباشر ده بقى لما يحصل اعتداء مباشر على إيران، لأن ما بين إيران وما بين روسيا والصين اتفاقية دفاع مشترك وشراكة استراتيجية عسكرية. لا، ده بقى اللي هيستفز القدرة العسكرية الصينية الأول ثم الروسية. وعايز أقول إنه في أسلحة استخدمت من اليمن، إيران قالت مش عندي. يعني الصاروخ الباليستي الفائق السرعة أو الهايبرسونيك اللي انطلق من اليمن إلى إسرائيل، ده مش موجود في ترسانات إيران. والمكان الوحيد اللي من الممكن أن يكون فيه صاروخ بهذا الشكل إما روسيا وإما الصين. طيب القادم حضرتك قلت سيكون صعب، هنا إسرائيل تبحث عن منطقة عازلة على الحدود اللبنانية، ده صحيح، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انها من الممكن انها تعمل كيان موالي ليها في جنوب لبنان لضمان بس يعني المسألة، زي ما كان كده اثناء شارون عملوا حاجة اسمها جيش لبنان الحر ولا الجيش الجنوبي. وممكن جدا انه يحصل كتير في الحقيقة من التعديات في الأراضي اللبنانية، المزيد من التعديات، ولكن أيضا ده هيكون مصحوب بالعدوان على سوريا والمناطق اللي بتتصل بيها جغرافيا لبنان بسوريا. فيش خطر لأي تدخل سياسي الفترة القادمة؟ أنت اختلت رئيس زعيم حزب الله وكمان هنية، وبالتالي قضيت على اثنين من أكبر المنافسين أو اللي هم بتتكلم عنهم أنهم أعداء لإسرائيل، هل ده مش ممكن يكون كافي في الفترة الحالية لإسرائيل ويبقى في قبول بالهدنة 21 يوم على الأقل؟ والله يا فندم لو كان اغتيال إسماعيل هنية معناه انتهاء حماس، يبقى اغتيال حسن نصر الله. لا، ده النهارده ليه تصريح خطير بيقول ينظر السنوار كيف حدث لهنية، ده نتنياهو. نعم. ايوه هو اصلا السنوار اصلا على راس القائمه، ولكن القضيه مش في الاشخاص. وعايز ااكد وازيد انه حتى لو نتنياهو اتقتل، هل معنى ذلك ان هذه الحرب ستقف؟ ان المطامع الاسرائيليه ستنتهي؟ القضية ما تتشخصنش، ما ينفعش نربطها بأشخاص. الناس لأنها عاطفية المسألة بيتم إيجازها في شخصية معينة، الكلام ده مش كلام علمي، والكلام ده مش كلام يفهمه حد بيفهم في الاستراتيجية أو في الحرب. الحكاية مش أشخاص، الحكاية أن هناك صراعا على الهيمنة على هذه المنطقة. واحد. اتنين، أن إسرائيل قررت أنها تلعب قمار. يعني إيه؟ يعني إما أن تأخذ كل أرض فلسطين بما فيها الضفة وغزة، وإما أن هم يرحلوا، تيجي بقى الفلسطينيين ياخدوا أرضهم من البحر إلى النهر. فإحنا قدام رؤية كبيرة، لو تعاملنا معها بالقطعة وحدث حدث وتطور تطور، هيغيب عن عينينا
الخناقه الكبيره الأمر. اصلا بين مين وبين مين. كل الشكر لحضرتك استاذ اسامه الدليل الكاتب الصحفي رئيس قسم الشؤون الدوليه بالاهرام العربي.